السلام عليكم الغزالات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير. نهار جديد، فيديو جديد. متابعين ديالي كنشكركم فيما كنتم. شوفوا نهار اليوم عندنا الشتاء، شوفوا على الجو، جو زوين. فهاد السيمانه كنت شويه مشغوله، انتقلت عند انا دار جديده كنت ساكنه اللي هي يعني الشارع الاولاني، كنت ساكنه تماك، ودابا راني في الشارع الثالث. شوفوا هذا الثاني كيصاوبوه، يعني هاد الديور كاع غيصاوبوهم، يعني ما انتقلتش بزاف، يعني ماشي جيت بزاف بعيده، قريبه يعني غير في الحمى. شوفوا على المنظر زوين، كاين هادو لي تحت مني عندهم الجردة. نصور لكم الجهة التانية، لحقاش عندي هاد الجهة والجهة التانية. وكما قلت لكم عندي هاد الجهة التانية عاوتاني كطلع على هاد الشارع الكبير. ها هو الشارع الكبير، وهادو كلشي ديور جدادين هاد الحومة. يعني عندي الطريق من هنا كيخرج الطريق الكبير، غير خرجت فين هاد الطوموبيل كيخرج عاوتاني الشارع الكبير. راني خرجت هنايا برا نصور لكم، شوفوا على المنظر. كاين شي شويه الشتا، كتشوفوا الشتا، وهادي الحومه ديالي جديده، وهادي كنت تحتانية فين كنت ساكنه قبل. الشتا غير خرجت شويه نصور لكم وصافي، نخليكم من بعد ان شاء الله، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.